سيادة السفير شريف سيف سفير مصر في كوت ديفوار. سيادة السفير مساء الخير، تحياتي وتحيات المهندس عادل القيعي. اهلا اهلا بحضرتك يا فندم وباشمهندس عادل. اهلا بحضرتك. اهلا يا فندم معالي السفير، اهلا بحضرتك. اهلا يا فندم. الحقيقة بنتكلم على الاجواء والاصداء بعد النتيجة بتاعت امبارح مصر وموزمبيق. حضرتك الدنيا النهاردة مشيت ازاي؟ والله يا فندم يعني حضرتك طبعا يعني زي ما بنقول احنا يعني كنا نحب طبعا ان البداية تبقى اقوى، ولكن الحمد لله برضو يعني المباراتين اللي جاية اكيد هيكون فيهم صعوبة زي ما حضرتك فاهم، ولكن زي ما بنقول خلينا نركز في اللي جاي ان شاء الله، يعني ان شاء الله باذن الله اللي جاي يبقى احسن ونستفيد. يعني ما كان في اخطاء ولا حاجة اكيد في استفادة، اكيد الجهاز الفني والاداري واللعيبة عارفين يعني ان هم ممكن يأدوا اكتر من كده ان شاء الله باذن الله. النهارده انا حضرتك رحت يعني لفندق الاقامه بس للاطمئنان على احوال الفريق وقبل ما يتجهوا هم الى ملعب التدريب، والتقيت مع استاذ جمال علام ومع الاستاذ خالد برندلي ومع كابتن حازم امام، وطبعا في حاله من التركيز يعني ان شاء الله باذن الله ان الاداء يبقى افضل في المباراه اللي جايه باذن الله. احنا من جانبنا يعني طبعا كاسفاره وكجمهور هنا في ابيجان احنا كلنا ورا الفريق دايما يعني. واحنا ان شاء الله باذن الله حضرتك شفت اكيد في تواجد جيد من الجمهور المصري وفي مسانده ايضا من بعض الجاليات العربيه. ان شاء الله هنركز في الماتش الجاي برضو ان يبقى في عدد مناسب من الجمهور. حضرتك عارف ان الماتش ده هيبقى يعني مصيري. صحيح. لان غانا اتغلبت والجمهور الغاني طبعا هيبقى جاي بكثره في المباراه القادمه. يعني الحقيقه لكن في يعني ان شاء الله باذن الله يكون في اصرار من اللعيبه والاداء يبقى افضل ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا في الماتشين الجايين باذن الله. ان شاء الله. حاله الطقس يا معالي السفير للدرجه دي مؤثره؟ والله يا فندم يعني انا ما حبيتش اسيب هذه القضيه عشان عارف الناس هتقول يعني ده بيلتمس اعذار للفريق، ولكن الحقيقه يعني احنا بنبقى يعني انا ببقى موجود في الـ في الـ في الاستاد وبنتابع ومش قادرين من كتر الرطوبه، يعني رطوبه عاليه جدا فعلا، فما بالك باللعيبه يعني طبعا بعد 10 دقائق ربع ساعه بيبداوا يحسوا بيها اكثر. ولكن يعني اتمنى ان المباراه الجايه يمكن هتلعب الساعه 8 ان الرطوبه تخف شويه وان اللعيبه يأدوا مستواهم الحقيقي باذن الله ان شاء الله. والجمهور واضح التذاكر متوفره للجاليه المصريه، واضح ان جاليه مش قليله كمان. يعني يا جاليه مش كبيره طبعا، ولكن احنا بنحاول بقدر الامكان نوفر، بيجي لنا طلبات من الجمهور، بنحاول ننسق مع مسؤولي الاتحاد وبنحاول ننسق مع ايضا مع اللجنه المنظمه عشان يوفروا لنا تذاكر. حضرتك عارف ان يعني كاشخاص كل فرد ليه 5 تذاكر، احنا بنحاول نجمع التذاكر بقدر الامكان ونساعد الجمهور، لان احنا بيبقى لنا يعني سهوله في التواصل مع اللجنه المنظمه لشراء التذاكر. وربنا يسهل زي ما بقول ان شاء الله احنا محتاجين دعم جمهور في المباراه القادمه يمكن اكثر كمان من المباراه دي، ان شاء الله يكون في جمهور كويس وان شاء الله باذن الله يكون نأدي مباراه جيده باذن الله. سعادة السفير يعني هل ردة فعل الاعلام اختلفت بعد التعادل ده؟ هل شايفينها مفاجاه؟ هل شايفينها منطقيه؟ هل تحدثوا عن حظوظ مصر مثلا في تجاوز هذا الدور؟ ولا يعني هو الحقيقه في احترام كبير ما زال لمنتخب مصر، ولكن الاعلام شايف ان في مفاجات كتير. يعني حضرتك شايف نيجيريا بتتعادل النهارده، برضو اعتقد دلوقتي الكاميرون بتتعادل، غانا بتتغلب، فيعني في احترام ايضا لمنتخب مصر وتقدير برضو في برضو تخوف منه. ما لازم برضو نقول يعني ان احنا لينا تاريخ في القاره، و امبارح يعني برضو كان في متابعه من الجمهور الايفواري للمباراه، ويمكن طبعا يعني في الاخر برضو لما لقوا موزمبيق بتأدي، هو جمهور محب للكوره، لما لقى موزمبيق بتأدي اداء كويس ابتدوا ايضا يعني يشجعوا الفريق الموزمبيق. لكن ما زال طبعا في اهتمام بمتابعه الاخبار واخبار الفريق المصري، وهم اعتقد يعني بيقولوا عليها يعني في مفاجات كثيره في الدوره مش بس منتخب مصر، لكن شايفين ان في مفاجات كثيره، ان ما بقاش في فرق يعني زي ما كنا بنقول زمان قليله. ده الفريق اللي بيتاهل في حد ذاته ده يعني بيبقى يعني تاهل عن صعوبه عن جداره يعني.
فنتمنى زي ما بقول ان شاء الله ان احنا بقى ما يبقاش في مفاجآت لينا بعد كده، يبقى مفاجآت للفرق الثانيه بس ان شاء الله. والله دي ملاحظه كرويه حضرتك بتقول ان حضرتك متابع جيد لكره القدم، لما تقول كل الفرق اللي تأهلت لازم تكون فرق كويسه، لان دي نقطه يجب ان تؤخذ في الاعتبار، يعني دائما أكيد. نتغافل أكيد. عن هذه الحقيقه يعني. صحيح صحيح، يعني لازم نبقى واخدين بالنا خلاص، يعني الفتره بتاعت زمان خلاص بقى باشمهندس عدلي، حضرتك عارف يعني، حضرتك عارف. سيادة السفير احنا بنشكر سعادتك جدا وتحياتنا للبعثة كلها، وبإذن الله ربنا يوفقنا في مباراة الخميس ومباراة الاثنين إن شاء الله. شكرا 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 جزيلا للسفير شريف سيف سفير مصر في أبيجان، وأعتقد طمنكم على حالة الفريق وعلى إن الناس بدأت تدخل في أجواء التركيز بشكل كويس للمباراة اللي جاية، وتخلصت يعني من بعض آثار التعادل مع موزمبيق.